كان واضحا هي طالب فتح تحقيق على ضوء كل ما جاء، وكنظن على ان الجميع تتبع ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعه ديال القنوات الدوليه حول عمليه التحرش التي كانت ضمن مكتب سيء الذكر، مكتب الاتصال بين قوسين الكيان الصهيوني. نريد فقط من النيابه العامه ان تتحمل مسؤوليتها في فتح تحقيق. الجاني معروف اللي هو غوفين، بالرغم من تغيير الموقع او اي شيء، ولكن نعتبره مجرما ارتكب افعالا يعاقب عليها القانون المغربي. المفروض النيابه العامه على انها تقوم بتحقيق، ومشي فقط تقوم بتحقيق وتذهب الى ترتيب الجزاءات على شخص ارتكب افعال اقول نحن داخل الجمعيه نرى انها ترقى الى الاتجار بالبشر. طيب مضماد، عضو المكتب المركزي للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، انا حاضر اليوم هنا بصفتي ضمن الوفد اللي كلفوا المكتب المركزي باش يوصل واحد الراس الرساله للنيابه العامه هنا في حي الريال. هذا الرساله كتتعلق بطلب فتح تحقيق عاجل في ما تداولته الصحافه الوطنيه والدوليه حول الاعتداءات الجنسيه التي قد يكون مارسها دافيد غوفرين ومن هم معه ضد مواطنات مغربيات وربما مواطنات أخريات. ويبدو على أن هذا المجرم منذ قدمه إلى الرباط وهو يمارس هذه الجرائم ضد النساء التي يلتقي بهن. ونحن تفاجأنا أن الدولة المغربية وكل السلطات المعنية صامتة ولم تنطق بأي كلمة في الموضوع في الوقت الذي ينتظر من النيابة العامة بمجرد أن تصلها أي وشاية عبر الأشخاص أو عبر الصحافة أن تفتح تحقيقا مستعجلا، كما تفعل في قضايا أخرى تتعلق بالحق في التعبير بالنسبة للصحفيين والصحفيات والمناضلين والمناضلات. كنا نريدها كذلك، ونريدها أن تحترم حرية الرأي والتعبير بالنسبة للمغاربة والمغربيات، وأن تفتح تحقيقا مع المجرمين الحقيقيين. لأننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لن ننتظر من الصهاينة الذين هم هنا فوق تراب وطننا إلا المزيد من الجرائم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.